ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم مجموعة من المحامين أمسين السبت ببلاغ للنائب العام بمصر ضد الفنانة رانيا يوسف على خلفية فضيحة ارتدائها فستانا اعتبر منافيا للأداب العامة في مهرجان القاهرة السينمائي ما يهدد بحبسها 5 سنوات. ووفق وسائل إعلام مصرية فإن المحامون أشاروا في بلاغهم إلى أن الفنانة قامت بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصار ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري. وأضاف البلاغ أن ما قامت به الممثلة بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبي دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.